احنا لما نتكلم على الثورة هنتكلم كلام جامد، كلام جامد اللي هو الحق. ها يعني هتكلم كلام فيما بعد هيسمعوا اذا عشنا يعني وخلتنا الكدابة. ربنا احنا يديك الصحة يا رب، هنكتب ربنا فيها يديك يعني، الصحة، وانا احب بلدي واحب اي فنان يتكلم وتكتب عنها. على دم الشهيد برضو الناس ايوه اللي ماتوا عشان اللي الثورة دي ماتوا تطلع. عجول عجول على الشهداء. وقلت اخر الاغنية راد المولى، المولى أشاء وهدانا، المولى أشاء وهدانا، وعلى اللي حاصل شاهدانا، نقروا الفاتحة لشهدانا جميعا. ربنا يصبر أولادهم أمالين. وربنا البلد دي يرفع من شانها، ونبقوا يعني زي الدول التانية. فالكلام ياما من السبعينات لدلوقتي الفن اتغير ياما ازاي؟ ياما كتير. فين الفن؟ انهب الفن، فين الفن؟ كل من هب ودب دلوقتي بيعمل فولكلور صعيدي. يا ست الكل يا استاذه، انهب الفن. معلش يعني اغلبته هابط هابط. اتكلم بصراحه، ما انا بسمع منك وبتكلم معاك اهو وبقول لك كل من هب ودب بيعمل فولكلور ايوه صعيدي، كل واحد مسك مزمار دخل بيه. ده حتى بعض الاغاني الاجنبيه دخلت المزمار في البدايه، بس ده كنوع من يعني ايه، من التيمم بالتراث المصري الصعيدي الحلو. دلوقتي وانا بكلمك ناس كتير قوي دخلت الفولكلور الصعيدي وحاولت تعمل حاجات ما فيهاش الكلمات ولا السيره الهلاليه ولا الكلام الحلو ده اللي انا بسمعه. طيب فين؟ لا قليل ناس ياما بتغني. يا ريت حضرتك، بقول لك كل اللي يغني يتكلم على اغنيه يوصلها للمجتمع، زي ما قلنا الفن ده رساله نوصله للمجتمع يستفيد منه. الآلة الأساسية اللي بيعتمد عليها الفلكلور الصعيدي إيه هي؟ ها؟ الآلة الأساسية. ايوه اقول لحضرتك، الناي، القوله، الربابه. الربابة اللي بتعمل كده، دول الصوت اهم الحلو. حاجه عند الفن الصعيدي، الكوله والربابه، دول احلى حاجه والمزمار، طبعا. المزمار الصعيدي ايوه مش ايوه كده؟ ده أول ما يدخل المزمار الصعيدي طبعا ده على طول بيعمل بهجة طبعا للمكان. طبعا. طيب أنا عايز أسألك على حاجة، وأنت صغير ولسه في سوهاج، في أفراحكم في أعيادكم في أغاني دايما بتتغنى للعرسان وأغاني بتتغنى، الكلام ده كله شكل حاجة في شخصيتك دلوقتي؟ اللي هو ايه؟ الأغاني اللي وأنت صغير كنت لما بتحضر فرح في هناك في سوهاج الأفراح الصعيدي، مش كان بيبقى فيه أغاني بتتقال للعريس؟ ايوه الاغاني الاولانيه اختلفت غير دلوقتي. يعني احنا مثلا الفولكلور الاسكندري تبص تلاقيهم ليهم اغاني للزفه الاسكندراني. تطور الفن غير يعني حاليا غير الاول. لا هقول كلام كان هابط يعني، برضه احنا هنقول الكلام نهدى على القافيه. يعني انت بتاخد الكلام الصعيدي ده بس بتغيره طبعا. وتقوله على القافيه صح؟ ممكن انا اخد وتوصله. الجمله، اخد الجمله وغير الكلام كله طعم، كل بدايه ونهايه، كل بدايه ونهايه، ما اعكش بقى. هقوله على ايه؟ على عروسه مثلا، لازم يكون له بدايه ونهايه، فرحه. طب خليني اسالك على حاجه ثانيه، لما جيت من سوهاج التقاليد السعوديه الحلوه، لما جيت هنا وحبيت اسكندريه وغنيت اغنيه لاسكندريه وانا شايفاك بتغنيها بحب شديد، طبعا لحد دلوقتي تشتاق ترجع سوهاج ولا اسكندريه خلاص بقت في دمك؟ لا بروح سوهاج وبعمل فرح هناك. يعني بتروح زياره هناك؟ بروح افراح سوهاج واسيوط وجبل ولفيت بلاد ياما. يعني انا لا زال الصعيد جواك لسه طبعا تحن تحن طبعا ليه؟ انا من هنا، من الاربعينات، من الاربعينات هنا في اسكندريه. حضرت اسكندريه الاربعينات، شفتها كانت هاديه ازاي وجوها هادي. وحلوه والناس اسكندريه تحب، دلوقتي اتغيرت والناس تحب بعضيها وتقعد مع بعضيها وتأنس بعضيها وتكلم كلام مع بعضها حلو، مش كلام كلام فارغ وقلة أدب زي اللي احنا حاسينه في البلد دلوقتي، كلام فارغ. كان ينفع حد كبير في السن مثلا شاب يعدي من جنبه ما يعني مثلا ما يقعدهوش في مواصلة؟ لا 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 كناش بنشوف الكلام ده. يعني أنا عندنا بتكلم على حاجات سير يا أهلي ست بيقولوها الكل، لي. عندنا في الصعيد احنا الراجل لما يكون كبير زي حالاتنا وجاي وقعد شاب لازم يوقف على حيله وما يقعدش غير ما فين يمشي. الكلام ده بقى دلوقتي؟ ها؟ فين لا الكلام ده؟ ده النهارده الواحد هيقول لابنه ولع لي سجارة أو عديه زيارة،
فين التقاليد؟ بيحصل عندك في فين التقاليد بتاع زمان؟ التقاليد بتاعتك بتاعت زمان دي في اسرتك لسه موجوده؟ طبعا انا معايا عيالي احمد ووسر، والله والله العظيم لغايه دلوقتي مولع سجاره قدام مني، سجاره ولعوها. لا ما شاء الله. اه والله الحق. خوف منك ولا احترام؟ ادب ادب ادب. سامعين الكلام الحلو بقى؟ أدب. يعني الواحد صعب ان الواحد يلاقي ده في الايام اللي احنا فيها دلوقتي. ادب. طيب يعني انا بحسد الجيل بتاعك ليه؟ لان هو شاف اسكندريه في الوقت الحلو. ايوه وشاف أيام. الناس الحلوه وايام حلوه وخير وهنا، مش زي النهارده الطماطم ب 150 جنيه والكلام الفارغ والعذر في بعض في البلد والحكايه والروايه. طب انا عايز اسالك على حاجه، زمان كانوا بيقولوا الحاجه كلها كانت رخيصه والدنيا كانت حلوه. الناس كانت تحب بعض، العالم كان يحب بعضه. النهارده لا، الواحد النهارده يوصل اخوه جاب وغنى وعمل وودى وراح وجه. كتبت كلام على الحاجات دي؟ ها؟ كتبت حاجه على الحاجات دي اللي حصلت؟ يا ست الكل، انا كاتب اغاني ملهاش نهايه. وكلها انا ما كتبتش غير الاغنيه اللي هتعالج المجتمع، غير الاغنيه اللي هتعالج المجتمع. لا لا، وانا بقول للعالم على هو ده بالوفاء السوهاجي. هو ده الاغنيه ملهاش هدف، ملهاش لا 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 على الصاحب، على الرجل الخاين، على 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 اي حاجه، على الاحداث بتاعت بلده اتكلم عليه. ده اتكلمت على صدام اغنيه. قلت ايه عن صدام؟ لا معلش، ده بقى من زمان و الظاهر دخلت في حته صعبه انا. والله يعني النهارده يا ريت الفنان، يا ريت الفنان، ارجوهم الفنانين الحلوين، وفي بلدنا فنانين حلوين يعني، ومؤلفين حلوين ومخرجين حلوين وكل حاجه، بس نتك على الكلمة الحلوة. يا زمان يا زمان، قد يا زمان Yeah.
تخلص أنا لو سارح مخ لسانا مشاكل الدنيا ما خلصانا فيك العجائب يا زمان يا زمان اه يا زمان فيك العجائب يا زمان يا زمان. لما أقول الفن الصعيدي من سماته إدخال البهجة على الناس اللي بتسمع طبعا. اشمعنى اشمعنى ايه اللي بيخلي الناس، هل هي الجلابيه ولا الزي الحلو ولا ايه بالظبط، ايه اللي بيخلي القلب كده يفرح لما بيسمع ده الكلام يدخل القلب على طول، سره ايه يعني، التوليفه ايه، البهارات اللي بتحطوها؟ هو الكلام الصعيدي معنى اصح الشعبي هو اللي بيتكلم على المواجع وعلى كل حاجه. صح. الكلمة الصعيدية بتطلع من هنا على طول يفهمها ليه، كلمة طالعة من القلب. وعلى عشان كده انا ما اخليش حد، انا لغاية دلوقتي ما حدش كتب لي اغنية. تعبت في حياتك يا حاج ابو الوفا؟ ها؟ تعبت في طبعا حياتك؟ انا ما قلت لحضرتك انا كنت بياع. لا انا كنت جاي خواجة ولا جاي، ما انا عارفة، انا جاي البلد بياع، تاكل الله على تاكل ربنا على 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 اشتغل بدراعي. من حظنا الحلو ان وربنا انت اعتمدت في الاذاعه. والحمد لله ده ربنا. انا بتكلم على متاعب الحياه، قابلت صعاب في حياتك، قابلت ناس خاينه، ناس قابلت المعروف بالاساءه، قابلت المواقف، قابلت الناس دي وش الخسيس زي ما انت اتكلمت عنه. والله عاوز اقول لحضرتك قابلت. بتتعامل معهم ازاي؟ قول لنا بقى الروشتة كده، الراجل الصعيدي الجدع بيتعامل مع العالم بالأدب. دي ازاي؟ بالأدب. أنا بالأدب. واحد واحد غلط فيا مش هقول له أخاصمك ولا ما تجيش ولا لا، أهلا وسهلا، ياخد واجبه باحترام وأدب، بس يبقى من ناحيتي أحسسه إن أنا زعلان منك، أما قلبي له لا، ياخد حقه وواجبه كل حاجة. بس خلاص يا فلان أنت عرفت صاحبك والتزمت الحذر يا فلان، حصل منك كذا، خلينا حبايب غير كده لا. مواصفات الصعيدي الجدع ايه؟ ايه؟ مواصفات الصعيدي الجدع ايه؟ طبعا طبعا. مواصفاته ايه؟ احلى صفه كده يتميز بيها الجماعه الصعيده. احلى صفه الرجوله، الكرم، الصداقه. اللي غير كده ما يبقاش صعيدي. الواجب. والواجب. يعني الكرم. ده عندنا احنا كده. ابنك اتربى في بيئه كلها فن. بصوت ما شاء الله عليه. انا عايزه اضم معانا ابن الحاج ابو الوفا السوهاجي اللي هنشرف بسماع صوته كمان من خلال ما شاء الله، يعني هو طبعا ابن الوز دعوام زي ما بيقولوا، وحسيبكم طبعا تحكموا على كلامه. هنسال يا ترى هو البيئه اللي اثرت فيه وجوده مع ابوه وشربه ومبادئه الحلوه وتقاليده الصعيديه الجميله خلته فعلا زيه ولا في اختلاف؟ الحكم ليكم. في الميدان في الميدان في الميدان الفارس يظهر في الميدان في الميدان اسمعوا قصة فيها مباراة جنين اتنين فوارس بارزين اسمعوا قصة فيها مباراة جهان اتنين فوارس بارزين ابو زيد وخليفة مبارزين والفارس يظهر في الميدان في الميدان في الميدان الفارس يظهر في الميدان في الميدان انا شايفك ماسك مش عليك وتنور للي ماشي عليك اعتبر بابي مش عليك يا ابو زيد قول لي ايه قصيدك انا جاي النهارده قصيدك لو تغلط فيا لا قصيدك الفارس يظهر في الميدان يظهر في الميدان في الميدان
ظهوري وغيابي في الحرب زاكي مش غابي وانا خليفة الزغابي. يا ترى ابنه خد الرسالة دي منه؟ طبعا انا شفت العرض كله وحاسة ان هو عمل بلغة العصر ريميكس او جاب من هنا ومن هنا قدر يعملها توليفة حلوة. برحب بالفنان يسري ابو الوفا، اهلا بيك. بابا الاول اتعلمت ازاي ومن بداية سنك يعني اتعلمت منه ايه؟ انا من صغري وانا حبيت الفن. كم سنة كده يعني بدأت الاغاني من كده؟ 15 سنة. 16 كده يعني. طلبت منه قلت له انا عايز اجي معاك الحفله دي واغني معاك يا بابا. هو اللي حصل ان هو في يوم من الايام كان صراحه يعني كان تعب وكان عنده طبعا اوردرات ياما يعني مع احترامي لحفظ الالقاب ابو لوفا الصهي في السوق كان حاجه يعني بالبلد زي ما بيقولوا كده واكل الدنيا فلقيته هو في البيت وكان تعبان وكده هوت والتليفونات انهالت علينا اللي فرحه بيتاجل اللي مؤاخذه المتعاهد مسكوه وعملوا معاه مشاكل طبعا فالناس جيت يعني لقيته بيقول لي انا مش قادر انزل يعني لو حد كده قلت له طب سيبه على الله يمكن انا ايه هغني قال لي انت تغني قلت له سيبه على الله ان شاء الله من هنا ابتديت اللي انا قال لي طيب لو غنيت بصراحه يعني ولقيتك حلو في السوق هجيب لك عربيه ده اللي حصل بصراحه يعني خلينا نتكلم بصراحه ما اه فابتديت ان انا انزل اوردرات اول مؤ